كابتن اليوم مصرين على تغيير لجنة الحكام. نعم. شنو السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدعوة من سيد معالي وزير الشباب الرياضة المحترم رئيس الاتحاد العراقي لمركز كرة القدم الأستاذ عدنان درجال، وحضور النائب الثاني الكابتن يوسف محمود وحاج غانم عريبي ويحيى صغير ورحيم لفت المشرف عليه لجنة الحكام، بحضور لجنة الحكام وبحضور هاي الثلة المباركة الأبطال من الحكام المتظاهرين. اليوم حضرنا مقر الاتحاد، احنا كان بالبداية كانت تظاهرات صراحة، بس احنا بخاطر كابتن عدنان درجال قلنا للكابتن تتحول التظاهرة إلى لقاء. شنو السبب؟ سبب احنا قالت لجنة الحكام بالكامل عدم العدالة. ليش أجلتوا التظاهرات؟ أجلنا التظاهرات لأنه كابتن عدنان راد يجتمع بنا بالطرفين بالمعترضين وبلجنة الحكام، يشوف شنو الحيف اللي وقع عليهم، شنو وظلهم على مود يسجلهم على شكل نقاط، وآخر شيء هو أمر صراحة بتشكيل لجنة تحقيقية. علاقة تأجيل التظاهرات بعدم التأثير على كأس الخليج؟ لا احنا شوف كابتن، احنا بالنسبة لكأس الخليج هذا شيء، هذا إنه خاص بين العراق، واحنا لازم اليوم كنا نتكاتف في سبيل نجاح البطوله، لان البطوله مثل ما تعرف صار هي تقريبا 32 سنه هي ما موجوده بالعراق، فاليوم ما معقول اليوم على مود الحكام وعلى لا، اليوم احنا لازم نتكاتف على هذا الشيء، على نجاح هذا الشيء، بس اليوم احنا وقع علينا الحيف والظلم بحيث انه اليوم كل الحكام اللي اجوا المعترضين من كل محافظات العراق اجوي على مود يقدمون الدلائل والبراهين على الظلم والحيف اللي وقع على لجنه على الحكام.